صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحشيش وما أشبهه من المخدرات يعتبر خمر أم يقاس عليه؟ وهل يعتبر بنفس درجة التحريم في الخمر؟ الحشيش والمخدرات أخبث من الخمر. الخمر يجني على العقل فقط، وأما المخدرات فإنها تجني على الجسم وعلى العقل، تجني على الجسم وعلى العقل، فهي أخبث من الخمر وأشد من الخمر والعياذ بالله، ومآلها إلى الهلاك. الذي يشربها كما ترون وكما تسمعون ما يستمر على قيد الحياة إلا كالجثة أو كالرمة التي ليس فيها إلا بقاء الحياة فقط، وليس فيها نفع بل فيها ضرر عظيم والعياذ بالله. والمصيبة أنه ما يصبر، يبتلى ولا يصبر عن هذا الشيء، ويريد الحصول عليه ولو بعرضه، ولو ببذل عرضه يريد الحصول على هالخبيث هذا. هذا أشد من الخمر والعياذ بالله، أشد من الخمر. فالحشيش ما يقال إنه مثل الخمر، يقال أشد من الخمر، نسأل الله العافية، لأنه يجني على العقل وعلى الجسم، ويورث الأمراض الفتاكة، وينفذ المال بغير فائدة، ويصاب بالإدمان. هذا شديد، أنه يصاب بالإدمان، لو أراد يتوب صعب عليه أنه يتوب، يكبلها الخبيث هذا تكبيل والعياذ. مثل الدخان، دخان خبيث يكبل الإنسان، فيه إدمان مع ما فيه من الأمراض التي لا تخفى، فهو مفتر. الدخان يسمى بالمفتر، والحشيش يسمى بالمخدر، والخمر يسمى بالمسكر، وكلها حرام. والله أكرم هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، فكيف يجني الإنسان على خلقته وعلى جسمه وعلى حواسه يجني عليها والعياذ بالله؟ لكن الشيطان، شياطين الإنس والجن وقرناء السوء وجلساء الفساد والدعايات الخبيثة هي التي تروج هذه الأشياء، وتغيب العقول عند ذلك، العقول تغيب عند ذلك وتغلب عند ذلك، لا سيما التقليد الأعمى للرفقة وللجلسة والانخداع بالدعايات، ويقولون أنت لا تصير متشدد، لا تحرم نفسك من هذه الأشياء، هذه أشياء تعطيك قوة وتعطيك سعة صدر وتعطيك انبساط، وخلك مع زملائك ومع انبسط معهم، وهكذا من الدعايات الباطلة. فهذه هي نتيجة لجلساء السوء ودعاة الضلال، وأيضا نتيجة للذين يبتزون أموال الناس. فهؤلاء الذين يروجون هذه الخبائث يبتزون بها أموال الناس، يأخذون ماله ويأخذون عقله ويأخذون جسمه والعياذ بالله، ماذا بقي له؟ نسأل الله العافية. فكروا لو أن الإنسان اشترى بهذه الدراهم أشياء طيبة، فواكه، أشربة طيبة، طعام طيب، لحم، هذا مفيد، هذا مفيد ويمدح عليه، يمدح كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن إذا نفد ماله في المحرمات، في المسكرات، في المخدرات، في المفترات، فهذا سفيه، يحجر عليه لأنه سفيه. هذا أشد سفه من الذي يبذر ماله في المباحات. تبذير المال حتى في المباحات حرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا، تبذير المال في المباحات حرام وإسراف، فكيف بإتلافه في المحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، المال محترم،
وليس هو لك وحدك، المال لك ولقرابتك وللمجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهو قيام للناس مصالحهم، فكونك تتلفه في هذه الأشياء وبالتالي تتلف جسمك وعقلك، هذا أسفه السفه والعياذ بالله. نعم.